طيب تعالى بقى نشوف فريق اعدادنا والمخرجنا الجميل برجاو محضرين لك كده تقديمه ليك، تعالى نشوفها ونرجع لحضراتكم على طول. احمد صديق يا ولد 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 يا ولد. احمد صديق جناح لاهلي الطائر، واحد من افراد الجيل الذهبي الذين التهموا الاخضر واليابس في بدايه الالفيه الثالثه، والتي توجوها بالحصول على المركز الثالث وبرونزيه كاس العالم للانديه في اليابان. عندما تابعته عيون الخبراء فضمه شوقي غريب للمنتخب الاولمبي، رغم انه كان يلعب في فريق الفيوم بالدرجه الثانيه. على الفور ضمه الاهلي لصفوفه، إلا أن تخمة النجوم بالفريق وقتها حالت دون إشراكه فرحل إلى أسمنت أسيوط قبل أن يعود للأهلي مرة أخرى. كانت البطولة الإفريقية مفتاح دخوله لقلوب الأهلاوية، وبالتحديد في لقاء شبيبة القبائل بالقاهرة في دوري الأبطال عام 2006، عندما قاد الفريق لفوز ثمين بهدفين نظيفين سجل أحدهما وصنع الآخر لأسامة حسني. يلا صديق، أحمد صديق، يا ولد 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 يا ولد، ولا أحلى ولا أجمل ولا أروع من كده. ليكمل الفريق مشواره حتى رفع الكأس في رادس أمام الصفاقسي بهدف أبو التريكة الشهير. في اليابان حقق نجوم الفريق الميدالية البرونزية والمركز الثالث. استمر صديق مع الفريق يحصد البطولات الواحدة تلو الأخرى، فنال 17 بطولة مع الأهلي بواقع 4 بطولات للدوري العام، ومثلهم لدوري أبطال إفريقيا، ومثلهم للسوبر المحلي، ومثلهم للسوبر الإفريقي، بالإضافة إلى بطولة واحدة لكأس مصر. أما عن الإنجازات الفردية فحقق لقب أفضل لاعب في الصعيد تحت 16 سنة، وأحسن لاعب في بطولة كأس الرئيس، وأيضا هداف كأس العالم العسكرية بالبرازيل. عقب رحيله عن الأهلي انضم لعدة أندية منها الإسماعيلي، وحقق معه لقب وصيف الدوري، الاتحاد السكندري، الداخلية، حرس الحدود، الذي حقق معه إنجاز الصعود لدور الأضواء منذ موسمين قبل أن ينهي مسيرته في المستطيل الأخضر كلاعب ليتفرغ لإدارة أعماله الخاصة. الجناح الطائر أحمد صديق. أحمد صديق يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد.